ما فرع الهلال الأحمر العربي السوري في طرطوس دورة الإنقاذ المائي للبحار والمسطحات المائية على شاطئ الشراع في المدينة بمشاركة عدد من السباحين لتعليم فن الإنقاذ بالطريقة الحديثة. عدد المشاركين هذا العام في الدورة يتراوح بين 25 واحد حاليا، هو مثابر يعني وصل العدد لل 30، لكن بين المنقطعين. نحن مثل ما خبرتك ما بنعلم فن السباحة، اللي ما شفنا عنده لياقة واللي ما شفنا عنده فن السباحة فاعتذرنا منه، فوصل عدد حاليا عندنا لل 25 سباح. هم يجدون كما شاهدنا يجدون فن التجديف على هذه الأجهزة التي تسمى الكاياك، ويجدون فن التعامل مع جهاز هو جهاز الكان، وأيضا عملنا ريبورتاج افتراضي عن غريق هو غريق البكرة، هو وجود غرقة مجموعة غرقات تجاوز العدد بالخمسة وموجودين في منطقة تيار. هذا التيار يحتاج إلى حبل لشدهم إلى الشاطئ. هذا الحبل يسمى عندنا في علم الإنقاذ يسمى بكرة. هذه البكرة يوجد منقذين على الشاطئ ساهموا في شد الغرقة مع المنقذ الذي ذهب إليهم بالحبل وأعطاهم جهاز فسحبهم باتجاه الشاطئ، وكانت العملية ناجحة كما شاهدتم. أهداف إنسانية بحتة، يعني تجهيز كادر تدريبي قادر على الانتشار على الشواطئ والعمل بالمجال الإنساني للتخفيف من حالات وإصابات الغرقة التي تحدث في البحر وعلى الشاطئ. مدة الدورة نحن لا نعلم السباحة، نقوم باختبار سباحة. يجب أن يكون من يتبع هذه الدورة سباحا ماهرا ذو لياقة عالية، يخضع لعدة تمارين للتدرب على أدوات الإنقاذ البحري الموجودة بين أيدينا كما ترونها على الشاطئ. تهدف الدورة لتجهيز كادر تدريبي قادر على الانتشار على الشواطئ وتدريبهم على فن الإنقاذ الحديث، لا سيما بعد حوادث الغرق التي شهدتها محافظة طرطوس والتي استدعت زيادة في عدد المنقذين وتدريبهم. هلا الإنقاذ البحري هو أول شيء عمل إنساني مهم جدا لأي شخص يتعلم الإنقاذ، لأنه ممكن بأي لحظة يحتاج إنه يستعمل هالمهارات، إن كان لا سمح الله ينقذ أي شخص ممكن يكون قريب منه رفيقه، فشيء ضروري الواحد يتعلمه. تعلمنا حركات كتير إنه نساعد الغرقاء، تعلمنا على الأجهزة الموجودة هون مشان فينا نستخدمه ونساعد أي غريق بأي حالة، وتعلمنا إنه كيف فينا نشوف الغريق عن بعيد وكل هاي الأمور، يعني صرنا تقريبا جاهزين إنه نكون منقذين ونساعد العالم. التحقت بهذه الدورة هي بالأول عمل إنساني بالدرجة الأولى، تاني شغلة أنا بنقذ العالم الغرقاء يلي ما بيعرفوا يسبحوا أو منهم بيكونوا سباحين من منطقة الساحل أو منطقة تانية، ممكن أنقذ أنا واحد غريب عني، ممكن أنقذ واحد قريب مني بالنهاية. شاركت في هذه الدورة تساعد العالم اللي عم تغرق وتعلم أكثر كيفية الإنقاذ، وأنا بعرف أسبح فحبيت أني أقدر ساعد العالم إذا شفت حالات غرق أو حدا بحاجة لمساعدة، يعني عمل إنساني وتطوعي حلو. كما تشمل تدريبات خلال الدورة اللياقة البدنية والإنقاذ البحري والإسعافات الأولية وآلية التعامل مع الغريق الذي سيتم إنقاذه والتعامل مع أجهزة الإنقاذ والتيارات البحرية. والجدير ذكره بأن هذه الدورة تأتي في إطار الدورة التي بدأت منذ عام 1999 والمستمرة حتى الآن.